الوضع بتاع النادي الاهلي ده يقودنا الى ايه؟ هو انتوا اللي عمالين تنتقدوا، ها بتنتقدوا ايه؟ الحقيقه انك انت فكرت ان احنا لازم نرد على كل الكلام اللي اتقال من منتقديه، وجدت ان ده نوع من الحرس في الماء. اللي بينتقدك ما عندوش اي قدر من الاستناد الى الواقع، واخد بالك؟ انت عايش في واقع وهو عايش في وهم، انت في فقاعه صحيه وهو في فقاعه الاوائم اللي مش عايز يخرج منها، فيقعد يصور نفسه انا لو كنت موجود كنت عملت. يا سيدي اهلا وسهلا لو كنت موجود، بس انت مش موجود. انت الاول خلي طموحك انك تكون موجود، وبعدين نتكلم لو كنت موجود هتعمل ايه. وبعدين قدامك يعني 6 مرات عشان تحصل النادي الاهلي وتبتدي تتفوق عليه. هذا هو الواقع. الوهم بقى انك انت تقول انا عتريس. انا عتريس ده يوصلك الى حاله مش طبيعيه منتلي. يعني انت حر بس الناس شايفاك عتريس. ده المهم. انما انت بتخاطب مين؟ هل انت الحوار ما انت بينك وبين نفسك؟ ولا بتخاطب العالم اللي عمالين نقول لك بيقول وبيقول 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 على الاهلي؟ انت لن تنال من نادي الاهلي. والله انت جبت حاجه مهمه فكرتني بحاجه بقى. يعني انتوا خدتوا بالكم الفيفا بيقول ايه على اداء الاهلي؟ اداء بطولي لزملاء الشناوي. طب الاتحاد الافريقي، شكرا لاعبي الاهلي جعلتمونا فخورين باننا احنا افارقه. ده الاتحاد الدولي وده الاتحاد الافريقي.